مسار المرحلة العاشرة بين نيوم والعلا يخترق الجبال، فهو يتكون من بضع مقاطع رملية ستسمح للدراجين بالإسراع، لكن مع الانتباه للملاحة كي لا يتوه، خاصة مع تبقي يومين فقط على انتهاء الرالي. انسحب الدراج الفرنسي أدريان فان بيفرن من رالي داكار خلال السنوات الثلاث السابقة، ولكنه يسير بثبات نحو الوصول إلى خط النهاية بعد أيام قليلة عقب إنهائه لمرحلة اليوم بالمركز السابع. 30 دقيقة تفصل دانيال ساندرز عن الصدارة في رالي داكار. هل كان يتوقع دراج كي تي أم بأنه سيقدم هذا الأداء خلال أول تجربة له؟ على الأرجح كلا. أداء رائع للدراج الأمريكي سكايلر هاوس خلال الأسبوع الثاني من رالي داكار، 4 مراحل ضمن العشرة الأوائل، ما سمح له بالتقدم للمركز السادس في الترتيب العام. انطلق خوان باريدا في مرحلة اليوم من المركز السابع، ولكنه شق طريقه في النهاية محرزاً المركز الثاني، وهي أفضل نتيجة له منذ أيام، مع العلم بأنه فاز بثلاث مراحل خلال الأسبوع الأول من المنافسات. يحتل باريدا المركز الخامس في الترتيب العام. اقترف سام ساندرلاند بعض الأخطاء خلال المرحلة العاشرة، لم يكن راضياً للغاية عن تأديته، لا سيما وأنه وجد بأن كتيب المسار كان صعباً. لقد ضل طريقه، حاول العودة إلى المسار الصحيح، ولكنه سار في بعض الاتجاهات الخاطئة. لقد أنهى دراج كي تي أم يومه بالمركز الثامن مع تواجده في المركز الثالث ضمن الترتيب العام. لليوم الرابع على التوالي تواجد ريكي برابيك ضمن الثلاثة الأوائل، حيث تولى صدارة المرحلة العاشرة فور الدخول إلى المقاطع الجبلية، محققا فوزه الثاني بإحدى المراحل في داكار هذا العام. وقد تقدم برابيك إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 51 ثانية فقط عن الصدارة. أوامر الفريق غير موجودة، جميعنا نود الفوز، فهو أفضل ما في الحياة، أي شيء آخر عدا الفوز غير مقبول، لذا نحن جميعنا نقود بأسرع ما يمكننا ونحاول الانتباه للخرائط وتفادي الصخور والخوض بين الوديان وتفادي الجمال. ما زال أمامنا يومان والغد سيكون يوما طويلا. بعد أن خسر كيفن بنافيداس 5 دقائق تقريبا عند نقطة المرور الثانية، عاد لتعويض الفارق في الكيلومترات التالية، حيث أنهى المرحلة بالمركز الثالث ليتقدم إلى صدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية. هل سيتمكن من الحفاظ على أفضليته وتحقيق لقبه الأول في داكار؟ تعرض الدراج تشيلي ناتشو كورنيخو لحادث بعد 252 كيلومتراً تسبب بخسارته لحوالي 10 دقائق. كان صاحب 26 عاماً يخوض أفضل رالي في مسيرته بعد صعوده إلى صدارة الترتيب العام منذ المرحلة السابعة، ولكن مع إنهائه للمرحلة تبين بأن كورنيخو ليس على ما يرام تماماً، حيث قرر مع المنظمين الانسحاب من الرالي تاركاً الصراع مفتوحاً على مصراعيه بين زميليه في هوندا. عانيت من حادث كبير، لا أعلم حقا كيف حصل. كنت على المسار بين الوديان وارتطمت بصخرة لا أدري لماذا لم أرها، ربما لم أكن بكامل تركيزي، لكن على أي حال ارتكبت خطأ، وفي رالي مثل هذا فإن الأخطاء مكلفة. لحسن الحظ لم ينكسر شيء. خروج مؤلم لكورنيخو من رالي داكار، كان في طريقه إلى إحراز أفضل نتيجة له منذ بداية مشاركاته قبل 5 أعوام. سيطرت هوندا على المراكز الثلاثة الأولى في مرحلة اليوم مع برابيك، خوان باريدا وكيفن بنافيداس. بات بنافيداس هو المتصدر لهذه الفئة بعد انسحاب ناتشو كورنيخو، حيث يتقدم بثوان معدودة على زميله برابيك مع تواجد سام ساندرلاند بالمركز الثالث. ضمن فئة الكواتس لا يزال مانويل أوندويار في مقدمة الترتيب العام أمام ألكساندر جيرو بفارق مريح، وقد حقق بابلو كوبيتي فوزه الثاني بإحدى مراحل داكار هذا العام بوصوله أولا اليوم لخط النهاية.